السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. وكيف ما كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم، غادي ندير معكم الرفيصه اللي كتصلح في هذا البرد. صراحه كتجي زوينه. انا غادي نديرها بالسمن هاد المره، ما غاديش نديرها بالدجاج. داكشي علاش قلت نشارك معكم الطريقه والمقادير وكلشي. على بركة الله، كيف ما كتشوفوا هنا، انا درت الدقيق ديال الفرص العادي، ودرت هنا معلقة ديال السمن الحر، ومعلقة ديال الملحة، والدقيق ديال الفينو على بركة الله، والماء يكون دافي شي شوية على بركة الله. غادي ندوز نجيب الزفة. الا كان عندكم نتوما الروبو استعملوه، انا كنستحسن نعجن ديما بيديا على بركة الله. هنا كيف ما كتشوفوا، الا درتو انا غادي ندير الكمية ديال بزاف، تقريبا ندير كيلو ونص ديال الدقيق والسميده. داكشي علاش الا درتو هذا الدقيق ديال الفورس، ما تكثروش الدقيق ديال السميده، على حساب الا درتو جوج زلايف كبار ديروا نص زلافه ديال الدقيق ديال الفينو. كيف ما كتشوفوا ندير الدقيق ديال الفينو كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير الدقيق ديالنا، وغادي نزيد معلقه ديال الملحه والسمن كيعطيها واحد اللوك اللي هو زوين. ولا كنتو بغيتي ديروا شويه ديال الزعفران شعره ديروه. هنا دابا انا غادي نخلط، بغيتي ديروا شويه ديال السكر، انا يستحسن ما غاديش نديرو، ونبدا نعجن في العجينه. ما تجيناش قاصحه وما تجيناش ملسه، تجينا مويان. المهم كيف ما كتشوفوا دابا غادي نعجنها معكم حتى تشوفوا الطريقه. ها هي دابا كيف ما كتشوفوها كتجي عجينتها بحال هكا، كتجي ما قاصحاش بزاف، نتمنى تكون واضحه لكم. المهم دابا غادي نخليوها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. ها هي دابا من بعد كيف ما كتشوفوها راه ترخات، غادي نجي نجمعها ونجي نقطعها بحال عجينه المسمن العاديه بحال هكا، ونديرهم في شيء. كتجي عجينه خفيفه، ما كتجيش كتلصق ما والو، حتى نكملوهم كاملين بنفس الطريقه. دابا كيف ما كتشوفوهم غادي نجيب وحده ديما تبرشوا الله يصعب لي كنصور، وتستعنوا بشويه ديال الزيت. راه كنصور غير بيديا، ما جبتش معايا هذيك باش نصور، يعني انا ما عنديش الكاس في الدار، عندي الضو. كتجيكم بحال هكا كيف ما كتشوفوها، تحاولوا ما تكونش كتقطع لكم شويه. انا هذه جاتني مقطعه، عاد غادي نجي ندير المقله مقلوبه. ما كتشوفوا انا درت هذه المقله، ها هي ها هي دابا قلبتها فوق المقله كيف ما كتشوفوا. نتمنى يكون واضح لكم الفيديو كاين تشكيل عليها الصغير. هيا نحطكم في هذا الصغير، ونقلبوها. انا راه كنصور بيديا، سمحوا لي فهاد المره بيا، انا ما عنديش الغاز في داري، جيت عند الوالده عندها الغاز، داكشي علاش جيت عند امي وطيبتهم عندها ان شاء الله، وغادي نتعشاو بها ان شاء الله عند الوالده ان شاء الله يا ربي. المهم نتمنى نكون وصلت لكم الفكره. كيف ما كتشوفوا هذا دابا من بعد ما طبت غادي نجي نطويها على اربعه، ونغطيها بشي منديل كنساليهم. حاولوا ما يطيب لكمش بحال هكا، حاولوا تترققوها بحال هكا كيف ما كتشوفوا.
عندي دابا جربت معكم الثانيه من الجوانب ومن الوسط باش ما تجيكمش غليظه. هكا ونديروها نفس الطريقه. دابا غادي نجيبو الكوكلي ديالنا كيف ما كتشوفوهم، غسلتهم ونقيناهم. نحطهم كاملين هنا. درت سكنجبير والزعفران شعرة والبزار والضمة ديال الكنور والحرقوم البلدي وشوية ديال الملح. ندير نصف كاس ديال الزيت العادية. نجي دابا ندخل ليهم هذيك العطية كاملة اللي درنا لهم. نسالي الكمية كاملة اللي عندنا. هما كيف ما كتشوفو كيجيو بهاد الطريقة، دخلهم الشرمولة من الداخل وكلشي. كيف ما كتشوفوهم دابا هما لي كوكلي ديالي من بعد ما راه زعما غبت لي هادو. غادي نجي ندير ليهم الزيت، ما غاديش ندير نهائيا الزيت البلديه، غادي ندير غير الزيت العاديه. وهنا معلقه ديال السمن كيف ما كتشوفوا. وغادي ندير مقدار ديال الزيت العاديه ونزيد ليهم البصله كيفما كتشوفوا. درت جوج بصلات هنا شلطتهم. نتمنى تكون واضحه لكم. انا ما غاديش ندير العدس في دقه واحده، وهادو غادي نعزل العدس بوحدو والدجاج هذا لي كوكلي بوحدهم. عاد غادي نزيد البصله اللي قطعتها شرائح عاديه كيف ما كتشوفوا حتى هي. نزيد البصله غادي نديرها عاوتاني حتى هي مع العدس. وهاد المرقه كيف ما كتشوفوا غادي نخليها بحال هكا ونجيب الوجد ديال العدس. هيا دابا كيف ما كتشوفوا الدجاج ديالنا راه عاد يعني البصله عاد كتذوب وكلشي. غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم، زيد لهم كاس ديال الماء ولا جوج كيسان هكا كبيها البصله راه كتلوق قبل ما هي صافي. ونخليهم حتى يطيبوا على خاطرهم وندوزو دابا المرحلة اللي غادي نديرو فيها الكفاية. الكفاية معروفة بالبصلة والزبيب كيف ما كتشوفو هنا. عاوتاني العدس جبتو رقدتو تقريبا ليلة كاملة. غادي نديرلو العطرية البزار الكمون والملح ويما العطرية كاملة. وغادي نديرهم حتى هما فوق البوطة حتى يطيبو، ونزيدو عليهم شوية ديال الحلبة ما تكتروهاش بزاف.
دابا كيف ما كتشوفوا هنا درت شويه ديال الماء، وهنا الفواكه الجافه اللي غادي نستعمل. هنا درت المشمش العادي، وهنا درت الشريحه على بركه الله. غادي نهز هذا المشمش نديرو الماء وشويه ديال السكر ونديرو شويه ديال القرفه ونديرهم فوق البوطه حتى تشوفوهم خداو اللون ديالهم وكلشي. وغنديرهم معلقه ديال الزبده. نفس الطريقه غادي ندير لهادو بيه، ما بغيتش يجيكم لا فيديو كبير، داكشي علاش. من بعد دابا كنسقيها هي الاولى كيف ما كتشوفوا. نزيد الباقي، غادي نجي نسقيها عاوتاني من الفوق، وغادي نجيب لي كوكلي اللي عندنا نديرهم الوسط ثلاثة. انا غندير ثلاثة هنا، كيف ما كتشوفوا نحطو الكوكلي ديالنا بحال هكا. حمرتهم في الفرن، دريك جي درت هادو هنا، وغادي نجي ندير وهادو بيض السمان. درتهم على شكل عشوائي، وغادي نجيب عاد دابا غادي ندير الطميرات ديالنا اللي عمرتهم بالزيت. هنا درنا التفايه كيف ما كتشوفوا، هنا درت كيف كتشوفوا هاد الشريحه، ودرت فوق منها جوز الهند. هذا هو التقديم ديالهم الاخير كيف ما كتشوفوا. نتمنى الله يعطيك الصحه. شكرا اختي، الله ينورك. ها هو ايوا بصحتكم، نتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله، وتخليوا لي التعليق ديالكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.